هذا واحد من أبرز معالم لندن السياحية والعلمية، متحف العلوم الطبيعية. اليوم الخميس الساعة 2:15 ظهراً، من المستحيل أن يكون المشهد هكذا والمتحف فارغ من أي زوار في أي وقت آخر من العام، لكن بسبب فيروس كورونا تغيرت المعايير، وعلى الرغم من ذلك سوف أخذكم بجولة داخل هذا المتحف. جولتي ستكون افتراضية، فهذا المتحف كالعشرات من الأماكن والمعالم السياحية الأخرى حول العالم أغلقت أبوابها أمام الزوار بسبب فيروس كورونا. إذن كل ما عليك فعله هو فتح متصفح الإنترنت، والأفضل ألا يكون الإكسبلورر بل كروم، وطباعة العنوان التالي. يأخذكم ذلك إلى الموقع مباشرة، أو طريقة أخرى قد تكون عبر تحميل تطبيق المتحف من متجر أبل أو أندرويد. الرجل الأصفر اللون في الجهة اليمنى من الشاشة هو دليلنا الافتراضي في هذه الجولة. أقسام كثيرة تحتاج إلى مدة أطول من الوقت المسموح به في هذه الفقرة، لكن سأختار بعضاً منها. في هذا البهو الكبير نرى هيكلاً عظمياً لديناصور، ويمكن الانتقال إلى جهات أخرى بمجرد تحريك أسهم الاتجاهات على لوحة التحكم في الكمبيوتر. كما تشاهدون في أسفل الشاشة، يمكن اختيار أي قسم أو موضوع من الصور للانتقال مباشرة إليها. لنختار مثلاً هذا، يمكن رؤية المجسم من كل الجهات والانتقال إلى أعلى وأسفل المكان المعروض فيه. المتحف يضم نحو 80 مليون عينة مختلفة تعود لحيوانات ونباتات وحشرات وكائنات منقرضة، بل وحتى معادن وبقايا جيولوجية. We are running virtual events. We have a nature drawing club every Friday. We have a dinosaurs family festival that we launched over Easter. من خلال هذه الجولة الافتراضية يمكن أيضاً قراءة معلومات باللغة الإنجليزية عن بعض مقتنيات المتحف من خلال تقريب المشهد أو إبعاده عبر لوحة التحكم في الكمبيوتر. إذن أزمة كورونا التي تأثر كوكبنا بها فرضت علينا أن نزور المتحف افتراضياً، فهل من الممكن رؤية مجسم لذلك الفيروس في المتحف يوماً ما؟ We have 350 scientists that work at the Natural History Museum, so we are a scientific research institution. You know, we have people who work across a wide range of things. So it may be possible that we talk about or we look at the impact of COVID-19 from a scientific perspective. أعيش في لندن منذ أكثر من 10 سنوات ولم أزر هذا المتحف، لكن يبدو أن لأزمة كورونا بعض الجوانب الإيجابية التي سمحت لنا بفعل أشياء لم نجد لها الوقت في السابق.